وحنا كمغاربه كنحبوا الشعب الجزائري الشقيق وما عندناش المشاكل مع الشعب الجزائري الشقيق، ولكن هاد المسؤولين اللي كيدعموا ديك جبهه المرتزقه بما يسمى بجبهه البوليزاريو، هاد الجبهه المرتزقه صحنا مغاربه وكنعرفوا هاد الحركات الاستفزازيه من هاد المسؤولين، فتنقولوا لهم الشعب المغربي راه غنوقفوا لكم وغادي نربطوا عليكم باي طريقه، ولا دعت الضروره نقوموا بمسيره خضراء جديده، فاحنا راه مستعدين، فقط ننتظر الابن من جلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده. اي حاجه احنا مستعدين ليها، فالله يحفظ بلادنا والله يحفظ جلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده والله يحفظ المغاربه الحرار.